اللي حصل ان يومها كنت انا بنفط في الشقه هنا، وهو نزل رايح يجيب حاجات يجيب خرطوم، وفجاه ابوها كان جاي وطلع معاهم، فعلا سمع صوت العكاز وهو بيمشي بيه والاخر طلع، وفجاه بعد كده لقيت بتاع التكييف خلص. من لما خلص فانا مربيه طيور فوق السطح، فقلت اخد اكل واحط لهم، اخد ميه واحط لهم، خدت الاكل والميه وطلعت احط لهم. فجأة يا دوبك لسه بفتح على الطيور لقيت الصوت، يعني كان بتاع التكييف لسه ماشي يا دوب، مفيش لحظة وابوها ماشي، مفيش لحظات، وفجأة لقيت الصوت عمالة تصوت والعيال مسروعة. قمت رامية الحاجة على السطح ونزلت أجري على تحت، في إيه في إيه؟ الحقيني يا ماما الحقيني يا ماما، في إيه يا بت؟ قالت لي ببص لقيت محمد نازل على السلم وغرقان في دمه. أنا فكرت إن في حاجة واقعة عليه، ما توقعش انه ممكن تعمل حاجه زي كده. يعني محمد خرج بره الشقه؟ خرج بره الشقه، نازل على السلم فجاه وقع في الحته اللي هناك دي، حضرتك ممكن تصور وتشوف مكان الدم اللي كان واقع فيه. فانا نزلت فجاه قمت نازله، بقيت يعني نزلت اجري، سبتها بتصوت بقى، نزلت اجري لقيته ايه بص لي لفوق كده، الحقيني يا ماما كانت اخر كلمه قالها. قعدت نزلت بقى حاله هستيريا، نزلت الشارع قعدت اصوت الحقوني يا جماعه الحقوني يا جماعه، الشارع كله اتقلب عليا، طلعوا ورايا اتقلب عليا، خدوه من على السلم ناس مشكورين شباب من الشارع. ناس من الشارع مشكورين طلعوه، والاخر ايه نايموه في الحته دي على السجاده في الحته دي، وادوا له بقه ميه وقالوا له هاتي كولونيا وكده، جبت له ازازه البيرفين وحطوا له، والاخر هو غرقان في دمه. طب دكتور يا جماعه دكتور، راحوا شايلينه، وجا واحد برضه مشكورا من الشارع جاب عربيته وخده وراح ماشي. عبال ما انا بقى شديت باب الشقه ولبست العبايه بتاعتي ونزلت اجري وراه، قالوا له هما ايه سبقوا، ركبت حتى ابن سيلفي جنبي هنا، هو اللي خدني على المكنه وجري بيها على جمعيه الشرايين. رحنا الجمعيه الشرعيه ما لقيناش دكتور، رحنا على بتاع ده على الرويح ده ما فيش دكاتره، قمنا رايحين قلت له طب اي دكتور غطوني نروح الجامعه، روح دلوقتي. قالوا مستشفى الجامعه برضه ممكن ده ايه عشان اجازه فيكونوا قافلين، طب اي دكتور خصوصي يتضرب في دماغهم دكتور في الجزيره. فرحنا له لما رحنا له فبقى بيتكلموا ده كله في دقايق، لا في كل ده في العربيه، يعني اول ما رحت انا رحت له على الجمعيه الشرعيه بالمكنه، ابن سيلفي خدني ما فيش دقيقه، يعني بكون طياره ماشيه. طب خليني ارجع لحضرتك شويه لورا، هل سمعتي صوت قبل ما هي تقوم بطعم؟ انا فجاه سمعت اصوات، فجاه سمعت اصواتها وهي فاتحه وهي باب اصواتها هي والعيال بتتسرع. كانت بتقول ايه؟ يا محمد يا محمد يا محمد، وصريخ بقى. يعني هي قتلته وبتصرخ؟ اه طيب، ما ده بقى يعني هي بتبقى ممثله درجه اولى، حسبي الله ونعم الوكيل فيها وفي وامها. ممثله درجه اولى. واخد بال حضرتك؟ محمد اتعشى مع حضرتك ولا كان بياكل فوق؟ وكان في ما بينهم خناقات على طول؟ مفيش ولا اول خناقه؟ هما يعني التاتشات اللي هي الحاجات العاديه بتاعت كل بيت. يعني مثلا مثلا هنجيب كذا مثلا، ممكن اقول لا ممكن مش عارف ايه، وبعد كده عادي بقى يروح يجيبوا اللي هم عايزينه. طب معلش اعذريني عشان احنا بنرد على الكلام اللي بيتقال. هل محمد كانت حالته الماديه ضعيفه؟ يعني ما كانش في مراوح في الشقه مثلا؟ مراوح؟ يعني حضرتك لو المفتاح معايا دلوقتي، المفتاح في النيابه، لو المفتاح معايا هطلعك تتفرج على الشقه. الشقه متشطبه ازاي؟ فيها عفش ايه؟ لسه جايبه ستاير لسه ما اعرفش حسابها كام، جايبها يعني جايبها من مرات ابن اخويا عن طريق الاونلاين، جايبها لها وراحت استلمتها وجابتها ستاير عشان التكييف، وجايبه عيبي وهدوم للعيال من واحده قدامنا هنا. واخد بال حضرتك؟ فيها تكييف الشقه. يوم ما ركبوا التكييف لسه الكراتين فوق، لسه الكراتين بيقولوا مرميه فوق. يعني محمد الله يرحمه ما كانش مخليها محتاجه حاجه، مش مخليها محتاجه يعني حاجه خالص. طلب على بيتك هياخدوا تكييفين بالقسط، راحت اتفقت ثانيه واحده منه، راحت اتفقت مع جوز اختها ان يعمل لها يعني حاجات سوريه كده عشان تجيب تكييفين لبيتك. تقريبا الموضوع طلع في شنك، واخد بال حضرتك؟ فايه فبتبقى جايه تاني يوم تلاقي صدق يا ماما ده الموضوع ما نفعش، وهنجيب تكييف بقى بالقسط من عند واحد قريبهم في برشوم. قلت لها خلاص مبروك، انت خلاص اتنازلت عن التكييفين يا رهام. قالت اه، قالت هنجيب واحد وبعد كده لما نجيب التاني. قلت لها خلاص ما يجراش حاجه. وفعلا راحوا جابوا التكييف، ويومها محمد رن عليا، وكانت هجيب ثلاجه لامها من نفس الراجل. محمد رن عليا وقال لي التكييفات موجوده، التكييف موجود تحت يا ماما، لو كده ايه يعني خلي بالك احنا رايحين نودي الثلاجه وجايين.
بلدنا عموما ما فيهاش جريمه قتل كده، عشان لو تعرف ان الدنيا مقلوبه قوي، عشان عمرها ما حصل فيها جريمه بالطريقه دي. عامه احنا في قريه اصلا، يعني ما فيش العنف ده ولا اي حاجه من الحاجات دي. طب يا دكتوره، طب هل طبيا ممكن حد قصير صغير يضرب حد كبير وهو وش في وش؟ لا طبيعي، هزقك هتجيلي كده يعني، لو ضرباه كده الطعنه كده اكيد هزقك وجه الوجه طبيعي هزقك، هيبقى في اي مقاومه مني ان انا هقلل عمق الجرح شويه، مش همسك ايديها على الاقل، هعمل كده اي حاجه يعني هيبقى في مقاومه مني، انما تقرير الطب الشرعي المبدئي ما كانش في اي مقاومه من محمد، معنى كده ان هو كان نايم.